هنا في مشتة شعب النويل ببلدية أولاد إدريس بولاية سقارس، أوضاع السكان تعكس جزءا من حياتهم العصيبة، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، والتي ما زالت تؤرق عيشهم، خاصة وهذا المجرى المائي الذي بات يشكل خطرا محدقا على أمنهم وسلامتهم كلما تهاطلت الأمطار. هذا الواد هذا كي يحمل عنا تلاميذ صغار، عنا مرضى، رم كي يحمل الواد رم نلقوا منين يفوتوا، رانا في معزق، نطلب من السيد الوالي يقوم بالزيارة ويجي لنا العين المكان هنا. مشتة شعب نويل نموذج من الحرمان ووضع بيئي لا يبعث على الارتياح، في ظل رداءة المسالك هي مظاهر الحياة القاسية رصدناها من منطقة جبلية صعبة التضاريس. كاش لا واحد ما عندوش طريق، كاش لا واحد ما عندوش الغاز، كاش لا واحد ما عندوش شكولة، كاش لا واحد ما عندوش طبيب، إلا البلاصة هذيا نايا عزوز كبيرة، نجيب قرعة الغاز من هيها من راسي كيف نتكركروا. راهي عنا المرضى راني نهزوا فيها غير في الكراسة، أو لامس بركة عنا مرا راهي ورا الفجة هذيا، هي لهنا تو تشوفها بالعين، رانا هزيناها جوز، هذا اللي هزها ولادتها في جوز، هزوها تقرب 4 كيلومتر وهم هزينها على الكرة. المواطنون في مشتة شعب النويل ببلدية أولاد إدريس بولاية سقراس يناشدون السلطات الولائية لتحسين أوضاعهم الحياتية التي تتفاقم في أعقاب برد الشتاء. وفي غرب الوطن ومع برودة الطقس الشديدة التي تعرف